السلام عليكم. زار وفد نتاع الكاف، زار إذن مركب وهران، حيث أنه وقف على مدى جاهزية البيدان نتاع ملعب وهران، وكذلك المنشآت الملحقة للملعب، وكان برفقة رئيس نتاع الكونفدراسية الجزائرية لكرة القدم الفاف. و سوف نشاهد يعني الوضعية نتاع العشب الطبيعي بالملعب الملحق مركب وهران. إذن طاف على كل مرافق نتاع الملعب وأطمأن على الوضعية الجيدة التي يوجد عليها يعني المركب بصفة عامة، وخاصة الأرضية. وهنا نشاهد الأرضية تاع الملعب الملحق نتاع وهران، والنوعية الجيدة نتاع العشب الطبيعي الموجود في هذه يعني المنشأة. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.